السلام عليكم متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك على قناتنا وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة وشير لتقاسم الفيديو فيما بينكم. في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة لتبييض البشرة وتوحيد لونها بطريقة طبيعية ومضمونة. إذ كنتم الكثيرين الذين طلبوا مني وصفات سهلة وفي متناول الجميع، أقدم لكم هذه الوصفة الرائعة للتبييض بمكونات سهلة ولا شك أنكم ستوفرون عليها في مطبخكم. لعملها سأحتاج إلى البقدونس. إذن البقدونس رائع جدا وغني جدا بمادة الفيتامين سي المبيضة ومعادن أخرى رائعة للبشرة. سأحتاج إلى البرتقال، كذلك رائع في التبييض ولطيف على البشرة. وسأحتاج إلى الزبادي أو اليوغورت الطبيعي الغني جدا بمادة أو بحمض اللاكتيك الرائع جدا للبشرة، بحيث هذا المكون لا يؤذي البشرة أبدا. إذن لنمر إلى طريقة التحضير وهي سهلة. تأخذون عروج البقدونس وتقومون بسحقها وتصفيتها للحصول على هذا العصير أو ماء البقدونس الطازج. ثم سنضيف إلى هذا الماء، سأضيف ملعقة كبيرة من اليوغورت الطبيعي بهذا الشكل، وسأضيف المكون الثالث وهو البرتقال. ثم نخلط بهذا الشكل حتى نحصل على خليط متجانس. إذن هذا القناع سهل ولا يتطلب الكثير، كما أنه فعال جدا في تبييض البشرة وتوحيد لونها هكذا كما تلاحظون. إذن تطبقون هذا القناع على وجه طبعا نظيف، سواء تطبقونه بفرشاة أو باليد هكذا، وتتركونه لمدة نصف ساعة على البشرة. إذن هذا القناع يعمل على تبييض البشرة بطريقة آمنة ولا يؤذيها أبدا. بالنسبة للتبييض يعني تلاحظون هن يعني موجة من الماسكات التي تنتشر تقول أنها تبيض في يوم أو في يومين أو في 5 دقائق حتى، كل هذا كذب. إذن هكذا هذا الماسك لطيف جدا على البشرة ولا يؤذيها أبدا. ستلاحظون أنه كريمي وناعم جدا، يعطي نتيجة أكثر من رائعة مع المداومة. طبعا يجب المداومة حتى تأخذوا نتيجة رائعة. يعمل من 2 إلى 3 في الأسبوع فهو رائع جدا في التبييض. تستمرون عليه القدر الذي تشاءون فهو غير مؤذي أبدا ولطيف على البشرة. يمكنكم أيضا عمل هذا الماسك على الرقبة أيضا لتحصلوا على تبييض موحد. إذا أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم ونالت استحسانكم. إن أردتم الوصفات مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة وكذلك صفحتنا على الفيسبوك. وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.